أهلا بكم. يبرز من بين المحاور الأساسية الأربعة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة بناء اقتصاد تنافسي مرن جاذب للاستثمارات قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام. ويتضمن ذلك المحور ثلاثة محاور فرعية هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، حيث أوضح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج. الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية. كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة. كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. كما ستعمل الحكومة على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبني استراتيجية قومية للاستثمار. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي للتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد مدبولي سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر استهداف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية. كما أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية. وتستهدف الحكومة أيضا جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، فضلا عن الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية، بما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي. كما سيسعى برنامج عمل الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة عبر إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية وتطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا. الحرص الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري نال تأكيدا في برنامج عمل الحكومة عبر مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لمحددات المحور الثالث ببرنامج عمل الحكومة الجديدة والمعني ببناء اقتصاد تنافسي مرن جاذب للاستثمارات. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.